إذا بدك تصح شوف هالطبيعة كيف عم تاكل، وأسهل شيء تأشوف هالشيء اللي جسدياً أنا متوافق أنا وياه وعايش على الفطرة. الغوريلا ما بتاكل تقريباً إلا فواكه وخضرة وورق شجر. وننتبه لشغلة يعني قليلة، إنه الحيوان يلي بياكل لحمة دائماً مفترس مفترس وعدواني وهيك، والحيوان اللي دائماً بياكل خضار وفاكهة دائما في سلام قاعد ومرتاح وكونتنت بالانجليزي او شو ما كان. فقليله هاي، فالمشكله غير موضوع تاني كمان يعني اللي بنسمي حالنا مسلمين عم يقولوا لي بالمسالخ هلا او المصانع يلي بيمشي فيها الحيوانات الجزارين، غير التعذيب يلي بمر فيه هذا الحيوان. الدجاج بقول لك الدجاج بمسك من رجلين طبعا تتعلق وبتمشي على مقص بقص الرقبة، وأحيانا طبعا مرات ما بتنقص الرقبة كاملة وبتنزل وهي بعدها عايشة في مية مغلية. بس شو الحلو في الموضوع؟ إنه قبل ما تمر على المقص في مسجل بقول بسم الله. هيك صار حلال. هي حلال، لك أنا عم بتحلل. هيك تحلل على الناس. مرت تعذبت، تعذبت وهي المسجل حكى الكلمة ونزلت في المية المغلية ومشيت. من قليل إحنا بهالشر عايشين، بهالكره بين الناس، بهالتفرقة، بهالعدوانية، بهالقتل، من قليل عايشين فيه. لأنه مش إنه يجي حدا إنه عم نقول حلال هذا حلال ولا حرام، لا، لكن يلي بيمشي بيعمل شيء مثل هيك واضح لأي طفل بشوفه ولازال بيمشي عليه وبيشيل هاللطشة الوعي، بيشيل هالألوهية. هالوعي يلي فينا هي الألوهية. شو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ إنه أنا بميز إنه هذا الشيء مش مزبوط. الحيوانات لا، عم بتأدي دورها، ما عندها هذا الشيء، بس احنا بنميز. اذا ميزنا وبعدنا مشينا بهالغلط هون اللعنه بتنزل، هون راح ما عاد في الوهيه، صار في شيطان ماشي.